حياكم الله أحبتي المشاهدين. لا يخلو محل تجاري أو أسواق وحتى البيوت من وجود الأكياس البلاستيكية اللي نستخدمها بحياتنا كحفظ الطعام، تغليف الأطعمة، أو بشرائنا للمشتريات كالملابس، الخضروات، جميعها تضع بأكياس بلاستيكية. طبعا هل نعلم أنه هذه الأكياس البلاستيكية لها مضار جدا كبير ومضار تكون سلبية تؤثر على صحة الإنسان والحيوان والنبات وحتى تؤثر على البيئة بصورة عامة؟ إذن بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج ليش لا ارتئينا نناقش هذا الموضوع المهم جدا، وسنتعرف أنه ليش لا ما يتم استبدال هذه الأكياس البلاستيكية بأكياس تكون ورقية، وشنو الفرق بين الأكياس البلاستيكية والأكياس الورقية. تفاصيل كثيرة أكيد سنتعرف عليها بحلقتنا اليوم، لكن قبل أن نخوض بهذه التفاصيل تعالوا معنا لمشاهدة التقرير وراجعين. يواجه العراق مشكلة جدية في الاستهلاك الكبير لمادة البلاستيك كما هو الحال في كل دول العالم، إذ تنتشر استخدام أكياس النايلون والمواد البلاستيكية بشكل واسع في العصر الحالي. نظرا لاستخدامها العلمي وسهولة اقتنائها وأسعارها البسيطة، لكن أكياس التسوق البلاستيكية اللي تم إنتاجها بأعداد هائلة في أنحاء العالم تملأ مطامر النفايات وتبقى مئات السنين من دون أن تتحلل، لأنها تصنع من مادة النفط الخام والغاز الطبيعي وغيرها من المشتقات البتروكيميائية. وتشير عدة دراسات علمية حديثة إلى أن التلوث البلاستيكي يشكل تهديداً مباشراً على النظم البيئية للمحيطات والغابات وحتى على الأشخاص اللي يعتمدون على الموارد البحرية والزراعية لتأمين الغذاء والدخل المادي. وحسب مختصين فأن الأكياس البلاستيكية تؤثر بشكل كبير على البيئة وتسبب العديد من الأمراض القلبية والجلدية وأمراض السرطان، وهذا ما يوجب أخذ الحيطة والحذر من أجل الحماية الصحية والابتعاد عن مكونات الأكياس البلاستيكية اللي تسبب الأمراض. إذا أحبتي المشاهدين بعد ما رجعنا من التقرير نتعرف على الموضوع أكثر. تنتشر المواد البلاستيكية أو ينتشر البلاستيك بصورة عامة بحياتنا بصورة كبيرة، وبالتالي يكون هو غير مكلف، يكون ميسور، يكون متوفر بكل الأماكن، وسهولة إنه اقتناءه من أي مكان، سهولة استخدامه. فالأغلبية يفضلوا صاحب المطعم، محل أي يعني طعام يكون هو كشك وغيره، الأسواق، فرن الصمون، محل تجاري، يعني موجود بكل التفاصيل. بالتالي مثل ما ذكرنا أنه هو رخيص الثمن أيضا، وبالتالي يكون هو سهل استخدامه، سهولة التخلص من عنده، ويكون هو كأنما يعتبر استعمال واحد، أنه خلاص يعني اكتفينا من حاجته نقدر نرمي بسلة المهملات. لكن هل نعلم أنه هذه المواد أو هذه الأكياس البلاستيك أو الأكياس النايلون من مصنوعة؟ طبعا هذه مصنوعة من مادة الرصاص ومن مشتقات البترول اللي هي تكون غير قابلة للتحلل، بالتالي راح يكون صعوبة بتخلص من عندها بحياتنا أو بتخلص من عندها بصورة كبيرة، لأن 70% من المواد البلاستيكية هي تكون هي مصنوعة من مواد تكون هي غير قابلة للتدوير، ومو من مواد هي يمكن إعادة تدويرها، بالتالي فتكون لها مضار كبيرة. من الأمور اللي جدا مهمة نتعرف عليها إنه ممكن إنه باستخدام الأكياس النايلون بحفظ الطعام، تغليف الطعام، هذا إلى مضار أكبر بسبب أنه راح يتم تفاعل المواد الكيميائية الموجودة بالأكياس النايلون مع المواد الغذائية، وراح يسبب أمراض جدا كبيرة تضر بصحة الإنسان. راح تقولون معقول أكو هيك شيء؟ نعم موجود هذا حسب دراسات وحسب أصحاب الاختصاص، أنه ممكن هذه المواد عندما تتحلل وتكون يعني تتفاعل مع المواد الموجودة بالأطعمة، وخاصة إذا كان الطعام هو حار، بالتالي راح يأثر وراح يسبب أمراض منها، يعني الغدد الصماء يأثر عليها، الجهاز التنفسي ممكن يأثر على أمراض الربو، وتفاصيل كثيرة. أكيد راح تقولون ماكو هيك شيء أو إحنا ما سامعين عنه قبل، بالتالي المفروض إنه هذا الشيء يعني الجهات المختصة إنه مثلاً تمنع وجوده او تحاول انه هي تعمل بالممكن. لكن المشكله احنا محتاجين توعيه بخصوص هذا الموضوع حتى نتعرف عليه. راح تقولون شلون نتعرف عليه؟ اكيد راح نتعرف احنا وياكم من صاحب الاختصاص عن مخاطر واضرار استخدام الاكياس النايلون في حفظ الطعام او تغليف الطعام او استخدامه بحياتنا، شنو راح ممكن ياثر على صحه الانسان. نشوف الجواب احنا وياكم وراجعين.
السلام عليكم. يعني احنا من ناحية المبدأ نوصي بأن تكون كل الأدوات المستخدمة في المنزل أو غير المنزل أن تكون ذات مواصفات عالمية وصحية، لا يكون لها تأثير سلبي على الإنسان أو على البيئة بشكل عام. بعض الأواني، بعض ربما حتى الأدوات الأخرى ربما قد يكون لها تأثير سلبي على صحة الإنسان. ولذلك انه اللي ذكرتوه يعني محور السؤال هو الاكياس او غيرها، استخدام ذات المواصفات المطابقة لما هو معتمد عالميا اكيد راح احنا نفضله ونوصي به، وراح يكون افضل لصحة الفرد والمجتمع. ايضا موضوع انه بعد استخدام هذه المواد يعني اعادة تدويرها عندما تكون صديقة للبيئة ويمكن اعادة تدويرها، اذا فكرنا على المدى البعيد اكيد اذا ما كانت بهذه المواصفات سيكون لها تأثير سلبي على البيئة نفسها، يعني موضوع تراكم النفايات وعدم معالجتها وغيرها. وكسياسة عامة معتمدة من قبل الحكومة الحالية هو دعم كل ما هو متعلق بتحسين البيئة وحمايتها، وأكيد لا أخفى عليكم أن كل ضرر بيئي هو بالنهاية سيرتد لأن يكون ضرر صحي يؤثر على صحة وحياة الإنسان. وبالتالي كل القطاعات المعنية بهذا الموضوع اللي هي وزارة الصحة وكل الجهات الأخرى، وزارة البيئة وأيضا دوركم أنتم وسائل الإعلام هو دور أساسي في هذا الموضوع، ودور منظمات المجتمع المدني للتثقيف والتوعية عن خطورة استخدام مواد أو أدوات غير صحية، وأيضا التأكيد على حماية وتحسين البيئة واعتماد العادات البيئية الصحيحة، لأن كما ذكرت أن أي تهديد للبيئة في النهاية سيؤدي إلى تهديد لصحة الإنسان. طبعا اكثر الالوان اللي يفضلها التجار او اللي باعي الخضار او الفاكهه او اللحوم يفضلون الاكياس النايلون تكون هي ذات اللون الاسود اكثر من الاكياس الشفافه. وللعلم انه هذه الاكياس السوداء تكون هي اكثر ضرر من الاكياس الشفافه، وتكون هي بها اضرار سلبيه وتاثر على صحه الانسان، ممكن تصيبه بديدان الكبد، ممكن بالانفلونزا، يعني بتفاصيل كبيره. وهذه مشكله انه احنا نجد أن الأكياس السوداء هي منتشرة وبتكون موجودة ومتوفرة وميسورة، وأي شخص يقدر أنه يحتفظ بها أو يقتني هذه الأكياس مثل ما ذكرنا أنه هي تدخل بكل مفاصل الحياة. لكن المشكلة وين؟ المشكلة أنه هؤلاء التجار أو أصحاب المحال التجارية أنه هم يستخدموها دون وعي بأضرارها، بالتالي أنه هذه الأكياس وتحديدا السوداء هي تأثر على المنتج الزراعي. يعني احنا بنضع بها الفاكهة، الخضار تكون الفريش، اللحوم، هذه يعني جدا خطرة، وتحديدا اذا وضعنا بها اللحم لفترة طويلة، بالتالي انه بين ما توصل البيت او تروح تقضي مشوار وتفاصيل كثيرة، هنا جدا الموضوع راح يكون خطر. مثل ما ذكرنا انه راح تتحلل المواد هذه الموجودة او تتفاعل المواد الكيميائية المصنوع منها، هذه الاكياس النايلون راح تتفاعل مع المادة الغذائية، وايضا ممكن قلنا انه تأثر على المنتج الزراعي اذا وضعنا بها الفاكهه والخضار. وهنا بالتالي عندما نرجع للبيت او الاب يرجع للبيت او الام عندما تتبضع بالمواد الغذائيه ترجع بها للبيت، بعض المواد ممكن انه ربة البيت تحتفظ بها بالثلاجة، يعني بنفس الكيس تكون هي تحتفظ بالخضروات بالثلاجة، ممكن هذا جدا خطر ايضا، لان مثل ما ذكرنا راح تكون هناك يعني مثلا كل رطوبة لهذه المادة الغذائية مع الاكياس، وتسبب ايضا مشاكل ممكن تعمل على سرعة اتلافها، بالتالي انه محتاجين تكون هناك توعية، نحفظ اغراضنا، خضرواتنا، فاكهاتنا، الفاكهة أيضا بطريقة تكون هي أكثر صحية، نحاول نتخلص من هذه الأكياس بصورة كبيرة وبسرعة، بالتالي نحاول إنه نقلل من استخدامنا لهذه الأكياس. تمام؟ كان قبل إنه إحنا من يعني نتبضع أو يتبضعون أهلنا إنه يجيبون الخضروات مو بأكياس هذه الكبيرة وتكون هي النايلون، بهذه اللي تكون هي مصنوعة من القماش حتى يحافظون عليها، أو يلفون الفاكهة الطعام بأكياس ورقية أو الجرائد،
جريدة يعني يلفوها حتى يحافظون على عمر هذه الخضروات أو الفاكهة، وبالتالي تكون هي أكثر صحية. احنا محتاجين تكون او ترجع هذه التوعية من جديد، محتاجين انه تكون هناك بعض المفاهيم نتعرف عليها باستخدامنا لبعض الامور اللي موجودة بحياتنا، مو فقط الاكياس البلاستيك، ايضا الحافظات البلاستيك، الاواني البلاستيك اغلبيتنا يفضلها بسبب يعني رخيصة جدا، يقول لك انا ليش انا احفظها بعلبة تكون من الزجاج وتكون ثقيلة، انا هذه خفيفة واقدر استخدمها وما اقدر اخسرها بسرعة، مثلا علبة الزجاج يعني بسرعة تنكسر، زين انا هذه اقدر يعني من اطلع مثلا حتى طالعة خارج البيت او اروح دوام او سفرة او ما الى اخره اقدر استخدمها بسهولة وتكون هي خفيفة. لكن مشكلة وين؟ مشكلة بمظاهرها، واغلبيتنا نعرف انه الان المواد البلاستيك اللي موجودة واللي تدخل العرق هي مواد تكون هي رديئة المنشأ ورديئة الصنع، بالتالي بها يعني النايلون بها جدا عالي، بالتالي دي يأثر بصورة كبيرة على حياتنا، وأغلبية النايلون تكون هي أو البلاستيك الحافظات هي تكون هي يعني مثل نقول اكسباير، يعني مجرد إنه أنت تستخدمها استخدام واحد أو اثنين وتشوف إنه هي انكسرت أو يعني أعطت لون ثاني للطعام أو تفاصيل كثيرة، محتاجين تكون هناك توعية كبيرة بهذا الموضوع، محتاجين إنه نفهم شنو هذه المضار نستمع لها حتى نقلل من استخدامنا لهذه الأمور، وحفاظا على صحتنا وصحة أطفالنا إنه نبتعد عن استخدامنا لأكياس النايلون. للأسف الآن الأكياس هذه حتى بدأت هذه الأكياس اللي تغلف الطعام اللي تكون هي جاهزة، إنه مجرد إنه أنت تحفظ طعامك بالثلاجة أو إنه تسخن طعامك ويقول لك حتى بسرعة أن تستخدم، حتى الصمون هذا المعلب اللي تكون هذا يكون هو يعني جاهز وبأكياس وتكون هو نقول عليه احنا الكهربائي، أيضا الأغلبية حاولون يسخنوه بالمايكروويف ويدخلوه هو والكيس، هذا أيضا هذا جدا خطر. يعني بصورة عامة محتاج التوعية، والتقينا احنا ببرنامجنا انه نطلع بعض المفاهيم ونعرف المواطن انه مدى خطورة استخدام هذه الأكياس سواء بحفظ الطعام سواء كان بالفريز أو بتسخينه، بالتالي بالتنين هو اكو مضار صحية. اذا احبت المشاهدين بعد ما يكون انه احنا اقتضت الحاجة من استخدام هذا الكيس النايلون، شنو راح يصير؟ كل ربة بيت على ما تنتهي من استخدامها لهذه الاكياس النايلون راح ترميها بسلة المهملات، وايضا عند ما نطلع باي مكان، عند ما يكون هناك يعني اخذ طعام سفر ويانا او نشتري، راح نتخلص ايضا من هذه الاكياس النايلون بسله المهملات سله النفايات. عند ما احنا نكون عندنا جمعات طلعات عائليه بحديقه متنزه، ايضا تكون هناك يعني اكو يعني تكون عزيمه وغيرها من التفاصيل، ايضا هذه الاكياس النايلون راح تجمع وترمى بسله النفايات. لكن شنو راح يصير وراها؟ انه هذه الاكياس النايلون راح يكون صعب انه احنا نتخلص منها بسهوله. ليش؟ لان راح تتاثر بالهواء، راح يعمل الهواء على انه هي يعني ينقلها من مكان الى اخر، وراح نشوف انه هي تستقر باماكن يعني قرب يعني مياه الصرف الصحي، نشوفها بمجال مياه الصرف الصحي او نشوفها على الاشجار او نشوفها على ضفاف يعني الشاط، نشوف هذه الاماكن واحنا موجوده يعني موجوده بكل مكان، ولابد انه احنا عندما نتجول بالشارع نشوف مثل هذه التفاصيل ونشوف هذه الاكياس النايلون موجوده، واحنا نقول ليش هذه، ليش يعني ما يتخلصوا منها، وين البلديه، وين الامانه، ليش ما يشيلوها؟ لكن هذه صعب انه احنا نسيطر عليها، بالتالي لان هي موجوده بكثره، لان هي موجوده هذه الاكياس موجوده بكل تفاصيلنا وكل حياتنا، يعني ماكو شيء او اي شخص يقدر يستغني عنها، وين ما نطلع لازم موجوده هذه الاكياس النايلون، حتى اصحاب المحل التجاري او الملابس ايضا هم يقدرون يستغنون عنها، لان هي لابد انه انت من تشتري شيء لازم يوضع به هذا الكيس. فاحنا نشوفها انه هذه الامور تستقر باماكن مثل ما ذكرناها قبل قليل او بالحدائق المتنزهات بالاركان والزوايا الموجوده، فلها تاثير جدا كبير هذا الموضوع على البيئه، بالاضافه لتاثير هذه الاكياس النايلون والبلاستيك على صحه الانسان، وايضا لها تاثير على النبات وتاثير على البيئه بصوره عامه. ليش؟ حتى اذا اجينا وحرقنا هذه الاكياس وهذه النفايات شنو راح يصير؟ راح يخرج غاز وابخره تكون هي سامه، راح تاثر على الجهاز التنفسي وحتى الجهاز الهضمي، راح تسبب مشاكل ونكون غازات جدا هي مضره لصحه الانسان وتكون سامه وايضا للنبات.
ممكن إذا كانت على ضفاف الشاطئ أو أي حيوان إجا يعني إجا لكمال أنه هو راد يأكل ويكون هذه الأكياس أو يتوهم أنه هذا يعني بين الطعام والأكياس، أيضا هذا راح يسبب بنفوق الحيوانات وبالتالي إذا إلى أضرار صحية وإلى أضرار على الحيوان أيضا. إذا الموضوع محتاج أنه إحنا نرعي انتباه بهذا الخصوص، واحنا نشوف ان وزارة الصحة ووزارة البيئة ودار التوعية والإعلام البيئي يقومون بين فترة واخرى بالتوعية بجانب انه عن طريق حملات تكون لا لاستخدام الاكياس النايلون ونعم لاستخدام الاكياس الورقية، لكن للأسف شنو يصير انه هذه حملة لفترة معينة وتنتهي. احنا محتاجين يكون هناك استمرارية بهذه الحملة، محتاجين فعلا نفعلها، محتاجين فعلا انه نعمم موضوع استخدام الاكياس الورقية اللي هي تكون صحية، اللي تكون ما بيها اضرار، اللي تكون هي جدا مفيدة، تكون هي سهولة التخلص منها، وحتى اذا تخلصنا منها هي تكون يعني بسهولة ويسر انه ينقضى على الموضوع، ما بأي مشاكل لا على البيئة ولا على صحة الانسان ولا على الحيوان ولا على النبات. اذا محتاجين أن تكون هناك استمرارية بهذه الحملات، محتاجين أن تكون هناك توعية، محتاجين أن تكون هناك مراقبة وتكون أكو بدائل ويتعمم الموضوع على الكل. إذا مثل ما قلنا أنه مثل ما أكو هناك أضرار لصحة الإنسان وللحيوان وللنبات، إذن أكو أضرار بيئية، فنتعرف إحنا وياكم على ما هي الأضرار البيئية اللي سببها الأكياس النايلون أو الأواني البلاستيكية أو الحافظات البلاستيكية. نشوف الجواب إحنا وياكم راجعين. جميع منتجاتنا لا تخلو من أحد أنواع البلاستيك، وأن الحجم المتزايد والمتراكم من هذه الأكياس البلاستيكية تلحق الضرر بالبيئة والإنسان، والضرر يكمن باحتوائها على مواد بوليمرية، وكذلك يتراكم أو تتراكم الأجسام والجزيئات البلاستيكية المتمثلة في القارورات الزجاجية أو البلاستيكية والأكياس التي تؤثر أكيد سلبا في حياة الكائن الحي. للعلم أن إنتاج هذه المواد البلاستيكية يوما بعد يوم يتطور بشكل كبير نظرا للتكلفة المنخفضة، مع وجود مزايا الاستدامة أو الاستخدام إعادة الاستخدام المتكرر بطبيعة حالها. يتم صناعتها من مواد كيميائية مقاومة للعديد من العمليات الأخرى. الأكياس البلاستيكية في هذا الوقت تشكل خطرا كبيرا على تلوث المحيطات أو المجاري المائية الأخرى، وكذلك تؤثر على البيئة الأرضية، وتدخل مواد سنويا تصل إلى 8 مليون طن إلى المناطق البرية أو المحيطات أو البحار وغيرها، وهذا رقم يشكل خطورة كبيرة على المتلقي الأول هو الكائن الحي والبيئة البرية. كذلك توجد أنواع كثيرة من النفايات البلاستيكية، البلاستيك الجزئي أو الضخم أو الكلي، وعادة تكون تيارة الهواء هي السبب الناقل أو الرئيسي للنقل. أكيد ضرر أو الأكياس البلاستيكية بطبيعة حالها غير قابلة للتحلل، بل تتحلل ضوئيا أي تتحول إلى جزيئات سامة دقيقة جدا، وتأخذ من 400 إلى 100 عام لكن تتحلل في لكن لكي تتحلل يعني تحتاج إلى من 100 إلى 400 عام لكي تتحلل. في حالة التحلل تقوم جزيئات البلاستيك بتلويث التربة، تلويث المجاري المياه، تلويث المياه، ممكن تدخل في شبكة الغذاء عند يتناولها الحيوان وينتقل هاي السلسلة مثل الأبقار والأغنام وغيرها، تنتقل وتتحول إلى مواد سامة في جسم الحيوان عندما تحول هذه الحيوانات ثم إلى الإنسان بطبيعة الحال. تتراكم النفايات البلاستيكية على الملوثات العضوية الثابتة وكذلك على ثنائي الفينيل متعدد الكلور بتركيزات مرتفعة، كل تلك الملوثات تجتمع وتؤثر على الإنسان، تؤثر على جزء الغدد الصماء في الإنسان. مثلا عندما نتناول الأسماك تتواجد هذه المواد العضوية على شكل أو هيئة سموم، وبالتالي يتناول هذا الإنسان هذه الأسماك وتكون هذه السموم معباة بشكل موجود واضح. في بعض المناطق الحضرية مثلا تتسبب أكياس البلاستيك
في مشاكل بيئية، حيث يتم إلقاء الأكياس البلاستيكية في المجاري المياه المتمثلة بصرف الصحيفة تتجمع وتسبب عدم تدفق المياه. أما طريقة معالجة هاي تلوث الأكياس البلاستيكية من خلال تقليل استخدام المواد البلاستيكية أو الأكياس البلاستيكية، بعض الدول فرضت يعني فرضت مبالغ على استخدام هذه الأكياس البلاستيكية، كذلك إعادة تدوير النفايات البلاستيكية بشكل آمن، المشاركة الفعلية التوعية حول حملات التنظيف للأنهر والشواطئ، دعم سياسة حظر استخدام هذه الأكياس البلاستيكية أو مقابلها أنه ندفع غرامة أو ضريبة أو لتداولها وتناولها أثناء الاستخدام. كذلك الابتعاد عن المواد البلاستيكية التي تحتوي على بكتيريا. هذه كلها من الأمور التي تقلل من حجم هذه النفايات البلاستيكية وتأثيرها الصحي والبيئي على الإنسان والكائنات الحية. طبعا إذا جينا وقارنا هذا الموضوع مع بقية دول العالم، أغلب دول العالم تعتمد اعتماد كلي على الأكياس الورقية في جميع مشترياتها، ملابس، طعام، أي شيء إنه هذا يشتروه، شوف إنه يعتمدون على الأكياس الورقية بدل من الأكياس النايلون. يعني أي شخص سافر خارج العراق لاحظ إنه هذه النقطة، إنه حتى إذا أي مول أو أي محل تجاري يشترى ملابس يعني ما بيها مثلاً هو تفاعل، ويكون تفاعل مع المواد الغذائية والسبب أضرار لصحة الإنسان، لا يشوف عندما يشتري أي يعني ملابس معينة توضع هذه الملابس بأكياس تكون هي ورقية أو مصنوعة من الكرتون، تكون ورقية أيضا أو تكون من القماش. فهذه النقطة احنا لاحظناها، وأي شخص سافر خارج العراق أيضا لاحظ هذه النقطة جدا مهمة. شنو تريد تشتري؟ موبايل، طعام، ملابس، صمون، أي شيء شنو ببالك يجي انه انت من تريد تشتري تشوفه انه هو يوضع بهذه الأكياس الورقية. ليش؟ هو حفاظا على صحة الإنسان وأيضا حفاظا على البيئة من الملوثات وهذه الغازات السامة اللي ممكن تطلقها هذه الأكياس النايلون والأكياس البلاستيكية. حتى إذا شفتوا إنه هو من يريدون يحفظون يعني أي ربة بيت بخارج يعني بأغلب دول العالم يحفظون طعام ويحفظون بأواني زجاجية حفاظا على صحة الإنسان أيضا حفاظا على صحتهم، سواء كانت والله يعني ثقيلة إنه هاي بسرعة تنكسر، يعني هذه الحجج اللي احنا نطلقها بالعراق إنه صعبة وثقيلة وما نقدر لها وهاي أسهل وهاي ما تنكسر، لا، هناك موجودة حفظ الطعام بهذه الأواني الزجاجية، حتى المي موجود بأواني زجاجية. ليش؟ حتى ما تتحلل المواد المصنوعة منها البلاستيك مع المادة الغذائية. فهذا الموضوع جدا مهم. شلون حاولوا يسيطرون على هذه النقطة؟ حاولوا يسيطرون عليها ان هم فرضوا ضرائب على المحلات اللي تعتمد او اللي تحاول انه تعتمد بتعاملاتها مع بأكياس النايلون او الاواني البلاستيكية او الى ما الى اخره. يعني هذه الضرائب تكون هي ضرائب كبيرة حتى يحدون من استخدامها، وفعلا نجحوا ان هم يحدون من استخدام الاكياس النايلون. وايضا فرضوا قيود كبيره على المصانع البلاستيكيه اللي يصنعون المواد البلاستيك من مواد هي غير قابله للتحلل، ولابد انه يتحولوها الى مواد بلاستيكيه تكون هي قابله للتحلل. طبعا هذه راح تكون تكلفتها اعلى، واكو انواع من الاشياء البلاستيكيه اللي تكون هي جدا يعني حتى موجوده بالعراق تكون جدا غاليه. اغلبها يقول والله دعوه انه انا اشتريها بكذا مبلغ وهي موجوده عند محل ثاني بكذا مبلغ، لكن اذا جينا وقارنا بين الجوده وبين هذا البلاستيك وبين البلاستيك اللي يكون تكلفته جدا عاليه راح نلاحظ انه هذا مصنوع من مواد هي غير قابله للتحلل وراح تتفاعل مع المواد الغذائيه، وهذا اللي تكلفته جدا عاليه راح يكون هو قابل للتحلل وتكون هو صحي اكثر. احنا ما نقول انه هذا الموضوع ما موجود حتى بدول العالم انه اواني بلاستيكيه او اكياس، لا موجود، لكن اكو قيود على المصانع البلاستيكيه اللي تصنع هذه الاكياس او الاواني، وبالتالي تكون هي مصنوعه من مواد قابله للتحلل حتى يحافظون على البيئه وعلى الصحه.
إذا إحنا محتاجين أيضا من هذه النقطة إنه أن تكون هناك توعية مثل ما ذكرنا. ونقطة ثانية إنه على الجهات المعنية أيضا تفرض ضرائب على المحلات اللي تستخدم، مو فقط إنه أنا أطلق حملة بين فترة وأخرى والمواطن ما يعرف شنو ليش، يعني ليش أنا راح أحول من هذا الكيس إلى هذا الكيس. إحنا غير نعرف الفرق، نعرف الفرق بين هذا الاستخدام وبين هذا الاستخدام حتى إحنا نقتنع، حتى المواطن يقتنع. بالتالي لازم تكون هناك هي حلقة متواصلة، تكون من يكون هناك توعية، تكون هناك أيضا أمور، وتكون هناك شغل إنه إحنا فعلا تكون هناك ضرائب، إنه تكون هناك المواد اللي داخل العراق اللي تكون مثلا أكياس أو أواني أو حافظات تكون هي بذات جودة عالية، نمنع استخدام هذه الأشياء اللي تكون هي مضرة وتكون هي رديئة المنشأ. بالتالي راح نقدر إنه إحنا نسيطر على الوضع، راح نقدر إنه إحنا نتخلص من هذا الموضوع بصورة كبيرة. إذا جينا عرفنا شنو الفرق بين الأكياس الورقية والأكياس البلاستيكية، الأكياس الورقية تم صنعها من إعادة تدوير مخلفات عضوية كالورق، كالخشب، كالكرتون، كأوراق الأشجار، يعني شيء جدا صحي. وأما الأكياس البلاستيكية مثل ما ذكرنا مصنوعة من مشتقات البترول ومن الرصاص، وأكيد هو سام. وبالتالي أنه الأكياس الورقية تمتاز بسرعة تحللها في الطبيعة، وهنا الأكياس البلاستيكية مثل ما ذكرنا أنه هي غير قابلة للتحلل وتستغرق أعوام كبيرة وكبيرة حتى تتحلل. وأيضا تطلق مثل ما ذكرنا بحركها غازات سامة، هنا تكون هي يعني سهولة التخلص منها. إذا مثل ما ذكرنا، تعالوا إحنا وياكم أريد نعرف بالعراق شلون إحنا نقدر نحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ونعتمد على الأكياس الورقية حالنا حال أي دولة موجودة في العالم، سواء بالطعام أو المشتريات. شلون نقدر نحد من استخدامها؟ بفرض ضرائب، بقيود، بعقوبة، بشلون يعني من الجهات اللي ممكن تتحد حتى نعمل على التخلص من الأكياس البلاستيكية. شوف الجواب إحنا وياكم وراجعين. موضوعنا لهذا اليوم حقيقة حول استخدام المواد البلاستيكية بتغليف المواد الغذائية أو نقلها أو احتوائها، واللي تنقسم قسمين حقيقة، الأكياس أو من احنا نسميها بالعامية العلاليق، إضافة إلى القوارير وهي القنان اللي تحفظ بها المشروبات الغازية بشكل كبير، إضافة إلى الماء. مثل ما معروف المواد البلاستيكية حقيقة هي مواد مشتقة من البترول، وتتكون من مواد غير قابلة للتحلل، بها مواد اللي احنا تخصنا تأثر تأثير مباشر على صحة الإنسان. هي مواد معروفة مثل مادة البوليفينيل كلورايد، إضافة إلى مادة أو مركب يسمونه البيسوفيول أي اللي هو يشبه هرمون الاستروجين عند النساء، وإضافة إلى التحلل السريع إلى مادة تخرج يعني من جدار المادة البلاستيكية الديوكسين. هذه المادة تتأثر جدا بالحرارة، ولذلك ممكن أنه تخرج وتتفاعل مع المواد الغذائية. إذن هذه المواد الرئيسية اللي عليها مؤشرات أنه لها تأثير على صحة الإنسان. للأسف طبعا إحنا نستخدمها بشكل كبير، في حين الكثير من الدول استغنت عن التغليف أو النقل المواد الغذائية بالأغلفة البلاستيكية إذا كانت قوارير أو كانت أكياس، واستبدلتها بمواد أخرى اللي هي المادة تتكون من الورقية اللي هي تكون أكثر أمانا. البحوث تشير بشكل مباشر وتتهم المواد البلاستيكية أنه الديوكسين يتحرر من المادة البلاستيكية ومن الغلاف بدرجة حرارة، ودرجة حرارة قليلة خاصة بالحافظات الشفافة مثل الألاليق، بسرعة أنه ممكن يتحلل مع الخبز عند نقله أو عند نقل المواد الساخنة. أكو مواد أخرى تكون ثقيلة يعني ليست رقيقة، هذه تعتمد ضررها بالدرجة الأساس على احتوائها على مواد، مثل ما قلنا هذه المواد متهمة بسرطان الثدي مثل البوليفينيل كلورايد، إضافة إلى مادة أخرى يسمونها البيسوفيولول أي اللي هي متهمة بشكل مباشر باضطرابات
الهرمونات الأنثوية عند النساء، لأنه يشبه حقيقة الهرمون الأنثوي الأستروجين. دراسة في الولايات المتحدة الأمريكية شافت أنه من مجموع 94 فتاة أجريت تحاليل عليهم، 84 كانوا تحتوي جسمهم على مادة البيزيوفينول فيول أي، اللي هي لها تأثير مباشر باضطراب الهرمونات. المواد اللي نصنع من عندها حقيقة احنا في العراق اغلبيتها معادة، وعند عادة البلاستيك يكون عرضة للخطورة بشكل كبير بنقل الجراثيم، اضافة الى التحلل الى مواد سامة وخطرة كما هو معروف. طبعا اذا اضفنا الى التأثير البيئي وتراكمها، لانه الفترة الاندثارية مالتها طويلة جدا تدوم عشرات السنين، راح نعرف انه لها تأثير على صحة الإنسان بشكل مباشر، إضافة إلى تأثيرها على البيئة بشكل كبير جدا، مما يهدد حقيقة الحياة. الحيوانات الأخرى مثل الأسماك تتأثر بشكل كبير، وممكن أنه تؤدي إلى إصابة الأسماك بأمراض كثيرة، إضافة إلى النباتات أيضا. هي حقيقة دعوة أنه عدم نقل المواد الساخنة بالمواد البلاستيكية، وعدم تسخينها حتى في الأحواض البخارية إذا كان الحاوي مادة بلاستيكية، لأنه تأثير كبير على صحة الإنسان، إضافة إلى عدم تركها في الشمس لفترة طويلة وتعرضها إلى درجة حرارة أكثر من 43 درجة مئوية، ممكن يؤدي إلى تحلل المادة البلاستيكية، خاصة المشروبات الغازية اللي تترك في الأجواء العارية تماما وبدرجة حرارة عالية جدا. أنا أعتقد أنه المواد البلاستيكية مواد قد تؤدي إلى أضرار كبيرة، منها السرطانات، ومنها التسمم، ومنها نقل الجراثيم، ولها كذا أثر كبير في التأثير على الصحة العامة للإنسان. مع الدعاء للجميع بالصحة والسلامة. إذن أحبتي المشاهدين، قبل ما نختم حلقاتنا اليوم يجب أن نركز بعض النقاط المهمة التي وصلناها بنهاية الحلقة. أولا، يجب معالجة مشكلة الأكياس البلاستيكية من خلال تضافر جميع الجهود المعنية والجهات المعنية من منتجين ومستهلكين من أجل أن نحد من استخدام هذه الأكياس البلاستيكية. ثانيا، يجب توعية الأفراد سواء تجار ومستهلك ومنتج في كيفية الحفاظ على البيئة من خلال أن نقلل من استخدامنا لهذه الأكياس البلاستيكية. وثالثا واخيرا، يجب توعية يعني طلاب المدارس، الجامعات، ربات البيوت، ونوعيهم بالمخاطر اللي ممكن تسببها الاكياس البلاستيكية والاواني البلاستيكية، حتى نقدر انه احنا يعني نحد من استخدامها او نقلل من استخدامها بصورة كبيرة. اذا احبتي المشاهدين، بهذا نكون قد وصلنا الى ختام حلقتنا اليوم. التقيكم الاسبوع المقبل بحلقة جديدة. الى اللقاء.